السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنخيط معكم القندورة بالجيوب، غنشارك معكم طريقة الخياطة القندورة كاملة، ولكن غنركز لكم على الجيوب هكايا اللي كيجيو في الشناب ديال القندورة أو الجلابة. كما كتلاحظوا كيجي الجيب من الداخل مفيني ومتقون مزيان. بالنسبه لطريقه تفصيل هذا البيجاما يعني هذا القندوره، ففاتليا شاركت معكم في الفيديو السابق طريقه تفصيل هذا البيجاما. وقبل ما نبداو البنات غنفكركم ما تنساوش ديروا ليا جيم لا فيديو والبارطاج لتعم الفائده، وإلا كنتي اول مره كتشوف لا فيديو ديالي ما تنساش تابونا معايا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. بسم الله وعلى بركة الله نبداو في خياطة هاد البيجاما. هنا عندي الأمام ديال البيجاما ودرس الوجه تاع التوب هو اللي كيكون الفوق، كنحط عليه الوجه ديال التبطين، كنحطو التبطين ديالنا ديال الرقبة الأمامية وغندوز عليه الماكينة. ندوز الماكينة على الدورة ديال الرقبة كاملة. الآن دوزت الماكينة، يعني كندوزو الماكينة على بعد واحد مليمتر تقريبا ولا جوج مليمتر، وكنقطعها هكايا بالمقص، غنكرينيها كامله بالمقص كما كتلاحظوا. والان غادي نقلب التبطين ديالي للوراء من بعد ما كنقطعها كامله بالمقص باش يجيني ساهل يدور، وكندورو التبطين ديالنا بهذا الشكل. هذه الرقبه الاماميه كتجي هكا دايره، درسها دايره، وغنعاودو ليها ندوزو عليها الماكينه على بعد 2 مليمتر تقريبا. كندوزو الماكينة على الحاشية كامل على الدورة تاع الرقبة كما كتلاحظوا بهذا الشكل، كتجي بهذا الشكل من بعد ما دوزت عليها الماكينة. والآن بنفس الشيء غنديرو الرقبة الورائية، هنا عندي الطرف ديال الوراء ديال البيجاما، غندوزو عليها الماكينة. هنا من بعد ما كندوز الماكينة ديالي غنكرينيها أيضا بالمقص، غنقطعها شويه ما نوصلوش الخياطه اللي خيطنا بالماكينه، كنقطعوها شويه باش تقلب لينا الرقبه للجهه الاخرى كما كتلاحظوا. والان غندوز عليها عاوتاني الماكينه كامله على الدوره ديال الرقبه كما كتلاحظوا على بعد 2 مليمتر تقريبا باش نثبت ديك التبطين اللور. وهنا كندير الكتفين مع بعضياتهم كما كتلاحظوا، باش نلاقي الكتاف كندير الكتاف ديال الامام والوراء مع بعضياتهم، وكنقلب داك التبطين الوراء للقدام كما كتلاحظوا، وغادي نلاقي البيجاما ديالي من الكتفين. صافي ثبت الكتفين بجوج كما كتلاحظوا. من بعد غنثبت ديك الرقبه الورائيه كامله، اندور عليها. الان نمروا نخيطوا الجيب ديالنا. بالنسبه للبنات يمكن لكم تسبقوا الجيب هو الاول عاد كديري الرقبات، انا سبقت الرقبه بطنتها ولاقيت الكتف ديال البيجاما عاد جيت باش ندير الجيب. بالنسبه للبنات هذا هو الوجه ديال التوب ديال الامام. هنا الامام عندي كنحط الوجه ديال التوب وكنحط عليه الوجه تاع الجيب. هنا التركيز موالي الفوق، وعند التركيز راه كيكون الجيب طالع بواحد 3 سنتيم، والتحت كيكون هكايا هابط. وكندوز ماكينه الخياطه على هاد نصف دائره هنا. صافي البنات هنا من بعد ما دوزت ماكينه الخياطه، راه دوزت ماكينه الخياطه كما كتلاحظوا. صافي في هاد الاثناء غادي ندير واحد السنينات، غنقطع شويه هنايا باش يتسهل ليا يتقلب ليا الجيب لداخل، كنقطعو كنكرينيوه بهذا الشكل. من بعد ما كنكرينيو هاد نصف دائره كامله غادي نقلبو الجيب للداخل، كنقلبوه بهذا الشكل. من بعد ما كنقلبوه غادي ندوزو عليه عاوتاني ماكينه الخياطه، غنقلبوه كامل، نحاولو نقلبوه كامل ما يتجيش فيه التكميشه، حتى كنقلبوه بهذا الشكل. وغنمشيو عاوتاني ندوزو عليه ماكينه الخياطه على بعد 1 مليمتر كما درنا الرقبه الاماميه والخلفيه. هنا من بعد ما دوزت عليه الماكينه كما كتلاحظوا كيجي بهذا الشكل. الان كنكونوا فينينا القدام ديال هذا الجيب كما كتلاحظوا،
من بعدها كنقلبوا البياسه ديالنا بهذا الشكل. هنا راه الظهر ديال البيجاما ديالنا، يعني الظهر ديال الثوب ديال الامام. غنجيبوا الطبطين ديال هاد الجيب حتى هو راه فصلنا في الفيديو السابق، كنحطوه بهذا الشكل كما كتلاحظوا، كنديروا هاد الاطراف مع بعضياتهم بهذا الشكل. غنشدهم بليزيبانك، يعني نشدهم هكايا بشبرة باش يتبتوا لينا مع بعضياتهم، ونثبتوا ايضا هذا الراس مع هذا، ونثبتوا مع الثوب ايضا ديال البيجاما. كنثبتوا هاد ثلاثه الاطراف مع بعضياتهم. والان نمر ندوز ماكينه الخياطه على هاد الجيب. من هنا ندوز ماكينه الخياطه على هاد الجيب كامل من الجنب. الان دوزت الماكينه على الجنب ديالو كما كتلاحظوا، وهنا اللي كندير فيه هاد البراوات، اللي كنشد بهاد البراوات ما كنوصلوش بالخياطه لانني غادي نخيطو مازال. كما كتلاحظوا كيجي بهذا الشكل، كيجي داك الطرف اللي كنزيدو ليه من اللور ديال داك الجيب هو اللي كيكمل لينا البياسه ديالنا، كيجي بهذا الشكل. بالنسبه للبنات انا خيطته بهذه الطريقه، خيطت الجيب فقط بهذه الطريقه. الا بغيتو تخيطوا الجيب مع البيجاما فكتخيطوه ماكينه الخياطه مع البيجاما، ولكن غتجيك الخياطه باينه لك هنا لقدام بحال هكا. انا فضلت نديرو بلا ديك الخياطه. والان غناخذوا الجزء ديال الخلف ديال البيجاما هو هذا. بالنسبه للبنات الوجه ديال الثوب هو اللي كيولي الفوق، وكنحطوا عليه عاوتاني الجزء ديال الامام، وكنحطوا الوجه على الوجه، كنحطوا الثوب ديالنا كنحطوا الوجه على الوجه. وهذا الجيب، الجيب كيبقى كما صوبناه كما كتلاحظوا. هذاك فين خلينا ما خيطناه، كما خيطناش في الجيب كنديرو مع البيجاما بهذا الشكل. التركيز هو اللي مولي لهذا الشيء. كنحطوا الثوب الجيب ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا، كنقادوه بهذه الطريقه، وغنشدوه بالبراوات كنحطوه مع الجزء الوراء ديال البيجاما، نشدوه بالبراوات. صافي كيجي بهذا الشكل، وغندوزو عليه ماكينه الخياطه. كما كتلاحظوا راه هنا التركيز، غنجيو من التركيز وغنهبطوه بماكينه الخياطه، ونشدو هذا الجيب هكايا مع الوراء، ونبقاو هابطين بالماكينه. صافي الان البنات غنجي نركب الكمام ديالي للبيجاما، يعني غنركبو لي مونش. كنشدو الوسط ديالهم، يعني كنطويو على جوج باش نعرفو الوسط ديالهم، وكنجيبو البيجاما ديالنا، نجيبو الكتاف اللي لقينا من قبل، كنحطو فيه الوسط ديال هاد لي مونش بهاد الشكل. صافي نخيطو التركيز ديالنا، نخيطو الكمام مع التركيز، كيجيو بهذا الشكل كما كتلاحظوا. الا تبعتوا الطريقه ديال تفصيل هذه البيجاما فكيجيو قد الكمام قد التركيز كما كتلاحظوا، جا حد القد. صافي كنجينا من الوسط ديال من عند الكتاف، كنهبط التركيز من الامام، وكنحيد عاوتاني الماكينه، وكنجي عاوتاني من الوسط يعني من الكتاف الفوق، وكنهبط مع التركيز ديال اللوراني. هنا كنشدو الكمام ديالنا، كنشدوهم مع بعضياتهم. صافي هنا غنجيب الخياطه ديالي من الفوق، من الكم الفوق، كنديروا الكم، كنغلقوا الكم، وكنجي هابطه مع ماكينه الخياطه، كنجي هابطه مع البياسه مع الكم. صافي كملت الكم، الان وصلت تحت الابيض، هنا راه تحت الابيض، وغنبقى هابطه كما كتلاحظوا هنا عند الستر، وهنا الحزام ديالنا فين كاين داك الجيب، هنا فين وصلت دابا نخيط فين كاين الجيب كما كتلاحظوا. غنخيطوه مع يعني نخيطوا الجيب ديالنا، كندوزو عليه الماكينه، وكنبقاو حريصين ان البياسه التحتانيه تكون مقاده مع الفوقانيه، يعني يكون الامام مع الخلف مقادين، ما نشدوش تكماش في البياسه ديالنا. صافي غنبقاو هابطين مع البياسه ديالنا حتى لتحت، حتى الرجلين لتحت بالماكينه، غنخيطوها كامله حتى لتحت. صافي البنات، وناخذوا الطول ديال الكمام ونكفوهم،
وناخذوا ايضا الطول ديال يعني نكفوا ايضا البيجامه ديالنا من التحت من الشليل على حسب الطول اللي بغينا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيجامه ديالنا كما كتلاحظوا، كتجي بهذا الشكل من بعد ما كففنا لها التحت وكفينا لها ايضا الكمام. بالنسبه لبنات البيجامه فدرتها هكا سامبل لان مولاتها باغات دير لها الكروشي، يعني باغا تصوب لها الكروشي وتركبوا لها راسها. وبالنسبه للجيب فهذا هو الشكل ديال الجيب ديالنا من بعد ما فينيناه، كيجي بهذا الشكل، كيجي مفيني من الداخل ومن برا ايضا. كنتمنى تكونوا فهمتوا درس اليوم وتجربوا هاد البيجامه وتوفقوا في طريقه تفصيل وخياطه البيجامه. بالنسبه للبنات لطريقه تفصيل هاد البيجامه فغنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لطريقه تفصيل البيجامه بالجيب بطريقه سهله وبسيطه بدون لوازم الخياطه. وما تنسوناش بلي لايكات والبارطاج للفيديو باش تعم الفائده. ولا كنتي اول مره كتشاهد لا فيديو ديالي ما تنساش تابونا معنا في القناه وتضغط زر الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد فضلا وليس امرا. والى اللقاء.